الطبق الرئيسي اللي حنقدم اليوم من الأطباق اللذيذة جدا والكل بحب يشوف كيف ممكن نطبخ فخذ أو كتف الغنم. خطوة الأولى للحم، أجهز كل البهارات، الفلفل الأسود والبهار المشكل، البابريكا، الشطة، زي ما أنتوا تختاروا على حسب رغبتكم من البهارات، والملح وشوية شطة مجروشة. هخلط البهارات مع بعض وأبتدي أوزعها على اللحمة. هسخن الزيت ونحط الفخذ يتحمر عندي شوي، البصل، الجزر المفروم، الفلفل الأحمر اللومي، ورق الغار والقرفة، وعنا كمية من فصوص الثوم ممكن تهرسوها. هبتدي أعزائي هلأ أقلب الخضرة مع بعض. صبينا الطماطم فوق الفخذ، هلأ بغمرها بالمي وغطيها لغاية ما يستوي تماماً. اللحم أخذ وقته واستوى، طلعته وحطيته بالفرن، وعلى طول بضيف الرز وكمان بضيف شوية زيت. هخلي الرز على نار قوية، أعلى شيء عندكم، لحوالي 3-4 دقايق. بعد هيك بغطي وبوطي النار وبسيبه حوالي نص ساعة ونشوف طريقة التقديم. وتفضلوا.